أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى، والذي نستضيف فيه معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ، فمرحبا بكم وأهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أيضا نسعد باتصالات واستفتاءات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 80 8 99 99، وريثما تأتي الاتصالات نسأل بعض الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة. بداية شيخنا، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، هذا سائل يسأل يقول: الحج ما فضله ومكانته من الدين، وهل هو واجب على الفور، ومتى يجب على المكلف، أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام ذلك الرجل وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام ذلك الرجل قال: أكل عام يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت كل سنة، فذروني ما تركتكم. الحج مرة واحدة في العمر، فمن استطاع فالحج واحدة في العمر، فمن زاد فهو تطوع. فالحج إلى بيت الله الحرام فريضة مرة واحدة في العمر على المستطيع، والمستطيع هو من يجد الزاد والمركوب الذي يناسبه لنقله إلى الحج. قال الله جل وعلا لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالحج فرضه الله على المستطيع، وهو من يجد الزاد الذي يبلغه إلى الحج ويكفيه من ذهابه إلى إيابه، حيث لا يحتاج إلى الناس. قال الله جل وعلا: وتزودوا، يعني تزودوا من الأعمال الصالحة، تزودوا يعني في الحج، يعني خذوا ما يكفيكم، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، فزادوا السفر بالطعام والشراب، وزادوا الآخرة سفر الآخرة بالتقوى. فالإنسان ما يزال مسافرا ويحتاج إلى الزاد الحسي والمعنوي، الحسي بالطعام والشراب، والزاد المعنوي بالتقوى، وهي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه خوفا ورجاء. هكذا المسلم يتزود من الأعمال الصالحة، ويتزود كذلك لأسفاره، يتزود لحجه وعمرته، بأن يأخذ ما يكفيه ويغنيه عن الناس ذهابا وإيابا. والذي لا يستطيع الحج ليس عليه حج، لأنه يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى مؤونة، فلا بد من الاستطاعة. من استطاع
إليه سبيلا، وهذا من تيسير الله على عباده. وإذا وجد الزاد ووجد المركوب الذي يناسبه وهو لم يحج وجب عليه أن يحج على الفور ولا يؤخر، بل يبادر بالحج متى ما استطاع إليه سبيلا، ولا يتأخر في ذلك، فإن تأخر فإنه يبقى الحج في ذمته حتى يؤديه، لأنه ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما زاد عن المرة فهو تطوع. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج لا شك أنه من أفضل الأعمال، وهو من الجهاد في سبيل الله، فهو جهاد لا قتال فيه، يدخل في أنواع الجهاد لما يحتاجه من السفر وما يتعرض الإنسان فيه إلى الخطر، فهو جهاد في سبيل الله، وهو تعب أيضا، تنقلات، وهو أيضا اغتراب عن الأهل والوطن، فهو من الجهاد في سبيل الله، ولكن فضله عظيم وثوابه جزيل، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وأيضا هذا السائل يسأل يقول: أيهما أولى في الشرع، تكرار الحج والتنفل بعبادة الحج أم دفع النفقة في الصدقات الجارية والزكوات وإطعام الطعام ومساعدة الفقراء وما إلى ذلك؟ إذا كان هناك أناس محتاجون أو وقت حاجة، الصدقة أفضل من نافلة الحج، يتصدق على المحتاجين ويفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين بما ينفقه عليهم، وهذا أفضل من حج النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: إذا منع الزوج امرأته من حجة الإسلام فما العمل بالنسبة لهذه المرأة؟ ليس له أن يمنعها من أداء الفرض، لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج، لا يمنعها من أداء الواجب عليها، ولا تطيعه في ذلك. إذا توفر لها شروط الحج ووجد المحرم وهي لم تحج فليس من حقه أن يمنعها، ولا تطيعه في ذلك. نعم. وأيضا هذا السائل عبد الله يسأل ويقول: ما حكم الحج بلا تصريح؟ وهناك بعض الحملات التي ليس لديها تصريح وتخرج الحجاج وهم بلا تصريح، هل هذا الحج صحيح وهل عليهم إثم فيما لو أدوا هذه الفريضة بهذه الطريقة؟ الحج صحيح لكن مع الإثم ومخالفة الأنظمة التي جعلها ولي الأمر لمصالح الناس ومصالح الحجاج. طاعة ولي الأمر واجبة، لأنه يريد بذلك مصلحة الناس، تنظيم الحج، فيصح الحج منه، لكن يكون عاصيا وآثما مع في حجه، والإنسان لا يرتكب الإثم من أجل أداء سنة. الحج سنة، إذا زاد عن مرة واحدة فهو سنة، ومعصية ولي الأمر محرمة، فلا يرتكب محرما من أجل فعل سنة. نعم.
أيضا معالي الشيخ، الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نريد إلقاء الضوء على هذه الآية الكريمة بما أننا في استقبال هذا الموسم وأيضا هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر هي شهر ذي القعدة ذو الحجة، شهر ذي القعدة، وعشرة أيام شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة عشرة أيام من ذي الحجة. فالحج يبدأ من شوال، أشهر الحج تبدأ من شوال. الحج أشهر معلومات، شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذا وقت الإحرام بالحج. وأما أداء الحج فهو يكون في أيام الحج، لكن من أحرم بالحج في هذه الأيام انعقد إحرامه ولو في يوم عيد الفطر، لأنه دخلت أشهر الحج بانسلاخ شهر رمضان ودخول شهر شوال، فمن أحرم في هذه الفترة بالحج انعقد إحرامه، ومن أحرم بالحج قبل هذه الأيام أو بعدها فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. ونأخذ أول اتصالات هذه الحلقة. الأخ عيد من بريدة، السلام عليكم. عليكم السلام. هلا، تفضل يا عيد، تفضل سؤال. مرحبا يا شيخ صالح، حياك الله. عندي سؤالين طال عمرك. تفضل. نعم. السؤال الأول، أخذت زوج أبوي وهو ما وصاني، والدي وهو ما وصاني، أخذت على يكونة، أخذت ربعها ونصها. السؤال الثاني، هل إذا قرأت القرآن وأنت بالسيارة وجت علامة السجود هل تسجد أم لا؟ السؤال الأول تقول أخذت من ثلث والدك؟ ثلث والدي علي، ما أخذت على يكونة، أخذت ربعها ونصها وهو ما وصاني عليه، هل يعتبر ترد؟ ترد اللي أخذت، الله يعافيك، ترد اللي أخذت من ثلث الوالد أو من وصية الوالد، تردها في الوصية وتنفذ على ما أوصى والدك، ولا يجوز لك أن تأخذ منها شيئا إلا إذا أوصى للمحتاج وأنت محتاج فلا بأس. نعم. وأما السؤال الثاني، تفضل يا عيد. نعم، سؤالك الثاني، اللي قرأت القرآن وانت بالسيارة وجت علامة السجود، هل آية السجود يعني؟ اي نعم. هل تسجد بالسيارة او تنزل او اي تسجد بالسيارة، تومي براسك ويكون هذا هو السجود بالنسبة لك، الا اذا كنت تمكن من السجود على أرضية السيارة تسجد، وأما إذا كنت سوق السيارة أو ما تتمكن فإنك تومئ برأسك بالسجود ويكفي هذا. نعم. طيب، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. هذا يسأل عن بعض الحملات الوهمية التي تذهب بالحجاج وليس لديها تصريح نظامي من الحكومة، ثم إنهم إذا جاء التفتيش الجوازات أو الشرطة يلزمون الحجاج بلبس المخيط ويقولون لهم إن هذا في حالة الاضطرار، وهناك من يفتيهم بأنه لا شيء عليهم والحالة هذه، أرجو التوجيه. هذا لا يجوز، لأنه معصية لولي الأمر، وأيضا لا يسمح لهم بالدخول تجاوز الميقات إلا وهم محرمون، ولا يجوز لهم لبس الثياب، ويكونوا فعلوا محظورا من محظورات الإحرام يلزمهم به فدية. فهذا على كل حال هذا خطأ، لكن حجهم صحيح مع الإثم. نعم. وهذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، تحصلت لي وظيفة في المنزل أخذ عليها راتبا، فهل علي شيء في هذه الوظائف؟ أخشان هذا من السعودة اللي يقولون نعطيكم رواتب وأنتم في بيوتكم لا تشتغلون، لكن نحتج بهذا على ولاة الأمور اللي يلزمون بتوظيف المواطنين، ف
فيفعلون هذا من باب الحيلة، هذا لا يجوز، وهذا أكل المال بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: والدتي امرأة عجوز قد خرفت ولديها مال، ونحن ننفق عليها ونرعاها، ونريد أن نخرج عنها صدقة بئرا أو برادة، وإخوتي من يعني قد أذنوا بذلك، فهل تصرفنا في هذا المال صحيح؟ لا، ليس بصحيح. راجعوا المحكمة، راجعوا القاضي، يقيم وكيلا عليها، والوكيل يحفظ مالها ولا يخرج منه شيء إلا الزكاة، الزكاة الواجبة، ولا ويحفظه إلى أن يتبين الأمر بوفاتها أو بشفائها، ومالها لها، لا يتصرف أحد فيه لنفسه أو يتصدق منه إلا إخراج الزكاة، يخرجها وكيلها ووليها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا أيضا اتصال من تبوك، الأخ أبو عبد الله، تفضل. مساك الله بالخير أخي. تفضل، الله يحفظك، حياك الله. عندي سؤال واحد. تفضل الشيخ معك. عندي ولد عمي وولد خالتي، أوكي، سافروا صار عليهم حادث، وتوفى ولد خالتي بالحادث، الخطأ صار على ولد عمي، يعني الخطأ صار عليه، وبعد هذا شو اسمه توفى ولد خالتي هو الراكب، يصوم شهرين، يوم بغي يصوم شهرين وصار لا توفى، بعد صار عليه احترق في البيت وتوفى بعد بشهرين، هل يجوز على شيء ولا يصوم عنه احد ولا ايش؟ والله حسب تقرير المرور، اذا قرر المرور عليه خطأ ولو 1% وصار مدانا بالحادث فان عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين، وعليه الدية أيضا إذا طولب بها، ولكن إذا كان مات ولم يصم وأراد أحد أن يبرئ ذمته ويصوم عنه فجزاه الله خيرا، وإلا فالصيام يبقى في ذمته ويحاسب عنه يوم القيامة. نعم. شكرا ذكرات. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه سائلة تقول إنها تستخدم لصقات لمنع الحمل، تقول هل يجوز المس عليها في الحدث الأكبر؟ إذا قرر الأطباء لبس هذه اللصوقات وهي محتاجة إليها فلا بأس، ولا تمسح عليها ويكفي، يكفي عن غسل ما تحتها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: تسويق وسمسرة العقارات التي توجد في ديار الكفار أو في ديار خارج ديار بلاد المسلمين، وقد يكون فيها أماكن دعارة وخمور أو خنا أو يغلب عليها ذلك، هل يجوز لي أن أدخل في التسويق والسمسرة؟ لا، إذا علمت أنها تستعمل لما ذكرت من المعاصي فلا يجوز لك أن تدخل فيها بالسمسرة، لأنك تعينهم على الإثم والعدوان، فلا يجوز لك. نعم. هذا أيضا أبو سعد يسأل عبر تويتر ويقول: كنت مسافرا ودخلت المسجد ووجدت جماعة يصلون، وصليت معهم صلاة المغرب، وبعد انتهاء من الصلاة وجدت جماعة ودخلت معهم وإذا هم يصلون المغرب، وبعد سلام الإمام قمت فأتيت بالرابعة، فهل فعلي هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين. نعم، فعلك هذا صحيح في الأول وفي الثاني، صليت المغرب مع جماعة وصليت العشاء مع جماعة أخرى، وجمعت بين الصلاتين، وأنت يجوز لك الجمع لأن تكون مسافرا، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لو وجهتمونا إلى الآداب الواجبة والمستحب والمستحبة لمن أراد الحج بارك الله فيكم. من أراد الحج فعليه بالنية الصالحة وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وعليه باختيار النفقة الطيبة الحلال، لا ينفق في الحج إلا حلالا من المكاسب، وعليه باختيار الرفقة الطيبة
التي تعينه على طاعة الله، وعليه أن يقرأ في كتب المناسك حتى يعرف كيف يؤدي مناسك الحج، أو يسأل أهل العلم، والله الموفق. نعم، نفع الله بكم وجزاكم خيرا. شيخنا هذا الأخ بسام معنا من الرياض، تفضل يا بسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله بالخير يا شيخ صالح، حياك الله. الله يطول عمرك. أنا بسألك لو تكرمت، تكرم ويكرمون السامعين، بخصوص إذا الحرمة مست فرج الطفل، هل ينقض وضوءها إذا كان طاهر للصلاة وغيره؟ إذا مسته مباشرة، إذا مسته مباشرة من غير حائل ومست القبل أو الدور، فإنه ينتقض وضوءها بذلك. الله يطول عمرك. أنا في طال عمرك متزوج من عدة سنوات، ففي خلال كل سنة، كل يوم، يعني يوم تاريخ زواجي من كل سنة، أحاول أني أكون متفرغ كامل لأسرتي وزوجتي وعائلتي، نجتمع يعني سويا سواء في المنزل أو خارج المنزل، بعيدا عن أني إن شاء الله أقدس الشيء هذا، أقدس اليوم أو أني أحتفل بعيد، ولكن مجرد اجتماع بالعائلة في هذا اليوم، هل هذا في حاجة؟ الله يطول عمرك. نعم، هذا لا يجوز، لا أصل له، لا تخص اليوم الذي عقدت فيه القران بشيء دون غيره من الأيام، لا باجتماع ولا بجلوس ولا بعمل طعام ولا غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وأيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، هذا سائل يسأل يقول: ما هي شروط الحج التي إذا توفرت في المكلف وجب عليه الحج؟ الإسلام والبلوغ ووجود الزاد والراحلة، وجود المؤونة التي تبلغه للحج ذهابا وإيابا، ووجود المركوب المناسب، لهذا يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر. نعم. وهذا سائل يقول: أنا مديون علي أقساط متأخرة وفرطت في الحج وبلغت الآن 40، هل أحج أم أسدد هذه الأقساط والمديونيات المتوفرة علي؟ إذا كان عندك مال يتسع لوفاء الديون ويتسع لنفقة الحج فحج، خصوصا الفريضة. أما إذا كان المال قليلا ولا يتسع إلا لسداد الديون فلا تحج، بل عليك أن تسدد الديون، إلا إذا سمح لك الغرماء بأن تحج فلا بأس بذلك. نعم. وهذا الأخ محمد يقول: أسأل شيخنا الفاضل عن الإحرامات التي توسع الناس فيها فأصبحت على شكل الروب، ويوضع فيها مكان للهاتف وللجوال، ويوضع فيها بعض الأشياء ما يجعلها شبيهة بالإزار. أما وضع مكان للهاتف والجوال ومع حوائجه فلا بأس بذلك، وأما أن تجعل على شكل تنورة، حط بها ربقة وتصير على شكل تنورة كما يقولون، هذا لا يجوز، لأن هذا يشبه لبس المخيط. نعم. والسائل أيضا يقول: وجهوني عن المرأة كيف إحرامها وماذا يحرم عليها حال إحرامها. المرأة تحرم بثيابها، إلا إن كان في ثياب زينة لا تلبس لباس الزينة، وأما الثياب التي ليس فيها زينة فتحرم بثيابها. ليس للمرأة لباس خاص لأنها بحاجة إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع والنقاب على الوجه، ولا تلبس القفازين وهما شراريب اليدين على الكفين، لا تلبس هذين الشيئين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وما عدا ذلك من الملابس العادية التي ليس فيها زينة فإنها تلبسها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وأيضا تسأل هذه السائلة عن المناديل المعطرة والشامبو والصابون التي تحتوي على نكهات وروائح طيبة، هل يمتنع منها المحرم؟ نعم، يمتنع من المناديل المطيبة ومن استعمال الطيب،
حتى يتحلل من إحرامه. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. هذا محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا أصلي في الناس عندنا في القرية في المسجد، وهناك أعلم مني وأقرأ مني ولكن لا يصلون، هل يجي يصلي بهم؟ إذا كنت تحسن قراءة الفاتحة وتجودها، لا تلحن فيها لحنا يحيل المعنى، وأنت أحسن الموجودين، فهذا شيء طيب. نعم. طيب، شكرا أخ محمد على هذا السؤال. وأيضا نأخذ بعض الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، ومنها يعني سائل يسأل يقول: أنا أضحي كل سنة بأضحيات كثيرة من باب التطوع لله رب العالمين، وسمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن لكل أضحية لكل بيت أضحية واحدة، فما هو التوجيه؟ نعم، كما سمعت، تجزي الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، ولا حاجة إلى ذبح عدد من الأضاحي. نعم. وهذا يسأل عن حكم الوصية، يعني حكم يعني إفراد الموتى بأضاح فيفرد مثلا آباءه أو أجداده أو ما إلى ذلك، هل هذا العمل مشروع؟ الأضحية قربة وصدقة، فلا بأس أن يضحى عن الميت، لأن هذا من باب القربة والصدقة، ويصله ثوابها إذا تقبلها الله عنه. نعم. وهذا سائل يقول: بعض الذين يبيعون الأضاحي يبيعونها بالآجل، فهل علي حرج لو أخذت أضاحي بالآجل ثم سددتها بعد العيد، عيد الأضحى أو في المحرم؟ لا بأس بذلك، حتى إنهم ذكروا أن الذي لا يجد ثمن الأضحية استحب له أن يستدين لأجل أن يقوم بأداء هذه الشعيرة، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وزادكم علما وجزاكم عن المسلمين خيرا. هذا سائل يسأل يقول: أنا رجل مبتلى بالوسواس وبالوساوس، ويأتي علي الشيطان في وضوئي وفي صلاتي، فأكبر تكبيرات عديدة، وإذا أديت التشهد يدخل علي ويقول: إنك لم تتشهد ولم تصلي على النبي ولم تكبر ولم تسبح، فما هو التوجيه؟ لأن هذا الأمر يقلقني ويؤرقني وأثر على حياتي. إذا أحسست بذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. استعذ بالله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا تلتفت إلى الوسواس، بل ترفضه رفضا تاما ولا تتفاعل معه، وسيزول عنك إن شاء الله إذا فعلت هذين الأمرين. إذا استعذت بالله عند الإحساس بالوسواس من الشيطان الرجيم، وإذا ولا تتفاعل معه أو تلتفت إليه، ارفضه رفضا تاما وامضي في عبادتك وصلاتك ووضوئك. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. اتصال من أحمد من جازان، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. عندي سؤالين. نعم، تفضل يا أحمد. السؤال الأول، نسمع عن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ما حاله؟ هل هو من علماء هذه الأمة؟ يا أخي اتركنا من الأشخاص، نحن ما نتعرب للأشخاص. نعم. طيب، السؤال الثاني، هناك خطيب خطب في عيد الفطر لهذا العام خطبة، وادعى أن ليلة القدر لها 29 وأنها جمعت مسجده بمصافحتهم لجبريل، فما حكم هذا الكلام وقد انتشر بين الناس، فما توجيهه؟ هذا لا أصل له، ليلة القدر أخفاها الله في كل ليالي الشهر من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي الشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر الأوسط، وكان يعتكف العشر الأوسط تحريا لليلة القدر، فلما ترجح لديه أنها في العشر الأخير نقل اعتكافه إلى العشر الأخير، وما زال يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى فارق الدنيا، فهي
والله أعلم في العشر الأواخر من رمضان من غير جزم، لأنها تحتمل في كل ليالي الشهر. نعم شيخنا أحسن الله إليك ونفع بعلمك، تكثر في رمضان وفي ليالي العشر الأخيرة رسائل الجوال، وبعض الناس يقول رأيت رؤيا أو منامات خاصة في بعض الليالي ويشيعها بين الناس، أو يقول رأيت ليلة القدر، هل هذا العمل يعني إشاعته بين الناس خاصة في ليالي العبادة والعمل هل هو مشروع؟ لا، هذا غير مشروع ولا يجوز هذا العمل، لأن هذا رجم بالغيب، ولا يأمر الناس بأن يتحروا ليلة القدر في ليلة معينة ويقول رأيت ليلة القدر أو ما أشبه ذلك، لا يفعل هذا. نعم. وهذا سائل يسأل يقول كشف الفخذ أثناء رياضة المشي أو مثلا تخفيف الوزن أفيدونا بارك الله فيكم؟ لا يجوز هذا، عورة الرجل عند الرجال ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، والركبة والسرة داخلان في عورة الرجل، فلا يكشف من هذه المنطقة شيئا لا في الرياضة ولا في غيرها. نعم أحسن الله إليكم. معنا محمد من الرياض، تفضل يا أخي محمد. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. بخير. مساك الله بالنور. طالعك سؤال من ناحية الديات، سؤالي فضيلة الشيخ من ناحية الديات، الديات فيه ازدياد عندنا نسأل الله السلامة، يعني فيه ازدياد ملحوظ كبير، ما هو يعني باللي يعني يقدرون عليه أكثر الناس يعني. فهل الولي الأمر مثل ولي أمر المقتول أنه يطلب مثلا 20 مليون أو 30 مليون أو من كذا من هالمبلغ هذا ومن هالنوع؟ هذا السؤال الأول. استفسار الثاني، هل طال عمرك مثلا الولي الأمر حفظه الله خادم الحرمين الشريفين، هل له أن ينظر بهالموضوع ويحد لحد محدد مثلا؟ طيب ليس المصالحة ليس لها حد، المصالحة على دية العمد لا ليس لها حد حسب ما يصطلحون عليه، لكن لا ينبغي المبالغة والزيادة الكثيرة والإجحاف بالناس، بل تكون متوسطة، وإن عفى مجانا فهو أفضل، أما دية الخطأ فهي مقررة لا مجال للتدخل فيها. نعم شكرا للأخ محمد، وأيضا شكر الله لشيخنا على هذا التوضيح. هذا أيضا سائل يسأل يقول حكم الحلقات التي تأتي على شكل الساعة والحديد ويضعها بعض الشباب على أيديهم بدعوى أنها تذهب القلق أو تضبط وضع الجسم، هل هناك محذور من جهة الشرع؟ نعم هذا لا يجوز، وهذا اعتقاد في هذه الحلقات أنها تؤثر وأنها فلا يجوز لبسها، إلا إذا قرر الأطباء أن في بعض الحديد أو في بعض الأشياء ما منفعة طبية فلا بأس باستعمالها وقت الحاجة فقط. نعم. وهذا يسأل يقول الاعتماد على اليدين والعجن أثناء القيام إلى من السجود إلى القيام في الصلاة، هل لهذا أصل؟ هذا الذي كبير السن والمريض الذي يشق عليه القيام إلا باعتماده على يديه لا بأس بذلك، أما الإنسان الذي لا يحتاج إلى هذا فإنه يقوم على صدور قدميه ولا يقوم على يديه على الأرض، يعتمد على الأرض في قيامه. نعم. وهذا السائل أبو عبد العزيز يقول أرى اختلافا بين الأئمة في صلاة الفجر، فبعضهم يقيم بعد ثلث ساعة وبعضهم يجلس إلى 40 دقيقة أو إلى أكثر من ذلك، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ المبادرة بالصلاة الفجر وغيرها في أول وقتها أفضل، إلا إذا كان يراعي تأخر الجماعة ينتظرهم يتلاحقون فلا بأس، ويجعل بين الإقامة وبين الأذان والإقامة مقدار ثلث ساعة أو إلى نصف ساعة، هذا هو المعتبر وعليه أكثر الناس. نعم وأحسن الله إليك. معنا عبد الله من جازان، تفضل يا أخي عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله.
أنا حجيت قدام 10 سنوات تقريبا، وجيت إلى رمي الجمرات وكان فيه زحام وندعس في رجولي الله يعزك، وقعدت شوي وفرميت 7 كاملة من وأنا مستعجل ما أدري إيش اللي علي. رميتها جميع؟ إيه جميع 7 كاملة رميت. لا ما تجزي إلا عن حصاة واحدة، يكون عليك فدية، تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء أو توصي من يذبحها عنك إذا لم تحضر. نعم الله يجزيك خير. في مكة لازم؟ أي نعم لازم في مكة. والسعي والطواف مع الزحام برضو والله نسيت أدري كم فرست وكم سعيت، بغيت أستفسر برضو. هل الشك حصل عندك وانت تطوف ولا بعد ما خلصت؟ إيشو؟ الشك حصل عندك وقت الطواف ولا حصل بعد ما خلصت من الطواف؟ لا بعد ما خلصت. ما يأثر هذا، بعد العبادة ما يضر، إذا شككت بعد فراغ العبادة فلا تلتفت إلى الشك. نعم شكرا للأخ السائل. هذا أيضا سائل أرسل يعني برسالة ويقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان، هل قطرة الأذن تفطر وهل الأذن منفذ إلى البدن؟ إلى الجوف. نعم الأذن منفذ والأنف منفذ والفم منفذ أي منافذ، لكن إذا وضع فيها شيئا ووجد طعمه في حلقه يلفظه، فإن ابتلعه متعمدا يؤثر على صيامه، وإذا لفظه فلا شيء عليه. نعم أحسن الله إليك. هذا الأخ تركي يعني سأل سؤال عبر تويتر يقول فضيلة الشيخ، هل الموت في المستشفيات التي خارج حدود الحرم بالمدينة يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت في المدينة الحديث؟ إذا كان خارج حدود حرم المدينة لم يكن ميتا في المدينة، والمسلم مهما من الأرض مات في أي مكان من الأرض يرجى له الخير في المدينة أو في غيرها. نعم. وأيضا سؤاله الثاني يقول هل يجوز يعني هكذا عبارته يقول الإشراك في الصدقة؟ نعم يقول هل يجوز الإشراك يعني كأنه يقول الاشتراك في الصدقة يعني تنوي الصدقة عن عدة أشخاص؟ هكذا يبدو سؤال. لا بأس بذلك. طيب نعم أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. من الأسئلة التي وردت هذا يقول ما هي بعض الوسائل التي تعين على الخشوع في الصلاة وأدائها بالطمأنينة وأيضا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ التي تسبب الخشوع في الصلاة، أولا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح، وهذا يطرد عنك الشيطان ويطرد عنك الوسوسة بإذن الله. ثانيا لا تدخل في الصلاة وفيه ما يشغلك عن الخشوع، مثل أن تدخل فيها وأنت حاقن للبول أو حابس للغائط، بل تتفرغ من هذه الأشياء وتتوضأ وتدخل فيها وأنت متفرغ لها. وكذلك لا تدخل في الصلاة بحضرة طعام، بحضرة العشاء، فتبدأ بالعشاء قبل الصلاة لأجل أن تتفرغ لصلاتك ولا تتعلق نفسك بالطعام وغير ذلك من المشاغل، تتجنبها وتدخل في الصلاة وأنت فارغ البال مقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. معنا من مكة الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بخير. سلام لك. حياك الله. عندي سؤالين الله يسلمك. السؤال الأول طال عمرك زوجتي العام حجت وطبعا ما طافت وسعت، أخرت الطواف يعني إلين بعد أسبوعين قبل نهاية الحج طافت. في ناس يقول عليها فدية طال عمرك، هل هذا صحيح الكلام؟ لا ما هو صحيح، ما عليها فدية. طواف الإفاضة طواف الإفاضة ليس له آخر، إنما بداية طواف الإفاضة من منتصف الليل ليلة النحر، وأما نهايته فلو ما طفت إلا في آخر الشهر شهر ذي الحجة لا بأس عليك. نعم شكرا. في سؤال ثاني طال عمرك. تفضل. عندي 2 من أرحامي توفوا، واحد قبل أسبوع واحد توفى ولد البارح،
أختي اللي زوجها توفى قبل أسبوع تبى تنزل جدة عشان تعزي أختها اللي توفى زوجها قبل ليلتين، جايز طال عمرك ولا لا؟ لا، ما تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، تبقى فيه إلى نهاية عدة الوفاة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم، شكرا للأخ عبد الله. معالي الشيخ، هناك بعض الأسئلة التي وردت في المناسك. هذا سائل يقول: إذا استخدمت المرأة مانعا لأجل أن تتمكن من طواف الإفاضة، ولكنها أثناء الطواف وبعد الانتهاء منها أحست بأثر دم خفيف، فهل هذا يؤثر على صحة طوافها؟ نعم، إذا خرج منها دم ولو يسير وهي تطوف فإنه يبطل طوافها، لأنه انتقض وضوءها، واشترط للطواف أن يكون على طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. وهذا أيضا سائل يقول: إذا خرج من الطائف دم رعاف من أنفه، فهل هذا يؤثر على الطواف؟ إذا كان يسيرا فإنه لا يؤثر على الطواف، نعم، لأنه لا ينقض الوضوء. نعم. يقول: ما الحكم لو خرج من عرفة قبل الغروب؟ يرجع إذا تمكن من الرجوع قبل الغروب أو بعد الغروب، إذا تمكن من الرجوع فلا شيء عليه، أما إذا لم يرجع، خرج من عرفات قبل الغروب ولم يرجع إليها، فإنه يكون عليه فدية، يذبح فدية في مكة. نعم. وأيضا هذا سائل يقول: حصل لنا قبل سنوات زحام شديد ولم نستطع المبيت في مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فمررنا بها مرورا على وقت الفجر، فماذا علينا بارك الله فيكم؟ ليس عليكم شيء، ما دام أنه حبسكم الطريق ولا وصلتم إلا متأخرين قبل الفجر فلا بأس عليكم، ويحصل بهذا المبيت في مزدلفة. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. وهذا الأخ محسن من الطائف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال الشيخ؟ جزاك الله خير. الله يسلمك. أنا نزلنا إلى جدة من الطائف مع خويه، ولحقنا صلاة الظهر، الإمام في الركعة تقريبا ركعتين راحت علينا، سلم خويه بعد ما سلم على الإمام وأنا أكملت الصلاة، أيهما يعني تقريبا أفضل، إكمال الصلاة واتباع الإمام أو التسليم بركعتين يسلم؟ لا، إذا صلى خلف إمام يتم يجب عليه الإتمام ولا يقصر خلف الإمام الذي يتم، فإن كان سلم. لكن خوي قال لي: لا، أنا مسافر، سلم على طول بعد ما كمل ركعتين سلم. أي هذا يعيد الصلاة، الله يعافيك، لأنه أخطأ في هذا، حكم الإمام. طيب، نشكر الأخ محسن على هذا السؤال. شيخنا، ولعل من الأسئلة التي وردت لهذه الحلقة، السائل يسأل عن حكم فرقعة الأصابع والإنسان ينتظر الصلاة. يكره التشبيك بين الأصابع وهو ينتظر الصلاة أو الفرقعة، لأن هذا من العبث. نعم. ويقول: هل يدخل ضبط الساعة وأيضا العمل بالجوال أو النظارة، هل يدخل في هذا الحكم في انتظار الصلاة؟ لا يدخل، لا بأس بذلك، ينظر في الساعة وينظر في الجوال وهو ينتظر الصلاة، لا بأس بذلك. نعم. ويقول: قبل انتظار يعني إقامة الصلاة أقرأ القرآن من الجوال، فزجرني أحد الجماعة وقال: أنت بهذا تهجر القراءة من المصاحف، فما العمل؟ لا أبد، هذا لا أصل له، تقرأ القرآن من الجوال وتقرأه من المصحف، تقرأه عن ظهر قلب، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي كان معنا في هذه الحلقة مجيبا على أسئلة المشاهدين والمشاهدات. شكر الله لشيخنا ونفع به الإسلام والمسلمين، وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.